أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه ستتم إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 25 مارس 2018. وذكرت الوزارة في بلاغ لها حول تغيير الساعة القانونية للمملكة أن هذا التغيير يأتي طبقا للمرسوم رقم 781/13 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434/28 شتنبر 2013.